مرحبا بك في جوتن، حيث نساعدك لتتعلم فن إبداع تصاميم رائعة لجدران عصرية فخمة باستخدام التشكيلة الجديدة من دهانات تصميمات ليدي من جوتن. يوضح لك هذا البرنامج التعليمي كيفية تنفيذ تصميم تحفة من مجموعة تشكيلي باستخدام فينوماستيك الألوان الناصعة المائي الحريري S9000N وتصميمات ليدي بريستيج الفضي والذهبي. لتنفيذ هذا التصميم سوف تحتاج إلى رولة عادية وفرشاة خشنة وفرشاة ناعمة. بعد تجهيز الجدار، ادهن طبقة واحدة من فينوماستيك الألوان الناصعة المائي الحريري S9000N على سطح الجدار باستخدام الرولة العادية وانتظر حتى يجف الدهان. ادهن الطبقة العلوية الأولى من تصميمات ليدي بريستيج الفضي باستخدام الفرشاة الخشنة بشكل عشوائي من خلال ضربات أفقية وعمودية على مناطق معينة. قم بتخفيف الدهان من خلال ضربات خفيفة جداً على السطح باستخدام الفرشاة الناعمة قبل أن يجف الدهان. تجنب تغطية الطبقة الأساسية بالكامل مع ترك بقع من الطبقة الأساسية من خلال تمرير الفرشاة عليها بشكل خفيف. كرر نفس الخطوة السابقة باستخدام تصميمات ليدي بريستيج الذهبي. لقد قمت للتو بتنفيذ تصميم تحفة مثالي. شكراً لاستخدامك هذا البرنامج التعليمي من جوتن، حيث نساعدك لتتقن فن تنفيذ تصاميم متألقة مع الأولى في الدهانات.